فيديوهاتين صحفيتين، يعني كنت كمتابع يعني واش تقولنا على الندب، واش جاب ندوات صحفيه، واش اسكو انت من شغل اللي مقتنع واش قال واش هضروا قبل كل شيء. المنتخب الوطني وجابوا بالمادي، ما ملي جابوا من قبل ما جار ولا نظن انا الجمهور تاعنا باش يعرف، ولا المتابعين ولا لي جورناليست ولا لي زونترينور كاع. انا بالنسبه ليا المدرب باش يجي مدرب لازم يعطوا له وقت باش يخدم، باش نبداو نهضروا على المدرب ولا نكريتيكيه ولا نقولوا واش فيه واش ما فيهش. انا لحد الان مازال ما بداش، الناس يتبوزي دي كيسيون وين مازال المقابله مازال ما لعبهاش. ان شاء الله نعرفوا بلي كان جوار وجا المنتخب الوطني ودار نتائج مع الفريق تاعو في الامارات في قطر. ان شاء الله احنا نطلبوا منه، ماشي نطلبوا منه، احنا ان شاء الله يكون في المستوى المنتخب الوطني باش يدير نتائج ويروح بعيد مع المنتخب الوطني ان شاء الله. لو ديسكور تاعو اللي كيما شفتو وشوف التصريحات تاعو، يعني اسكو كيما نقولوا احنا كان قنعك بلا التصريحات تاعو ولا ديفوندي لي شوا اللي دارهم على التشكيله؟ على التشكيله ولا مهما تكون دروك، هو التشكيله ولا واش قال ولا واش هدر، احنا الميدان هو اللي فاصل كلش. انا احنا النتائج والميدان هو كلش. دروك الى نجح اللهم بارك، وحنا نجحنا كاع معاه ونجح المنتخب الوطني وكل الجزائريين. دروك الى ما نجحش كاين اللي كاينين التقنيين اللي معاه، كاين تاع لا فيديراسيون هما اللي يعرفوا واش يديروا، والشعب راه يشوف. نظن الى كان فيها